أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأرسلها العراك ولم يزدها ولم يشفق على نغص الدخال. البيت للبيدين يصف حمار الوحش والأتنة، يقول أرسل حمار الوحش الأتنة. وكان المراد بالإرسال البعث أو التخلية بين المرسل وما يريد، أي أرسلها معتركة أي متزاحمة ولم يزدها، أي لم يمنعها عن العراك، ولم يشفق أي لم يخف على نغص الدخال، أي على أنه لم يتم شرب بعضها للماء بالدخال. والدخال وهو أن يشرب البعير ثم يرد من العطن إلى الحوض ويدخل بين بعيرين عطشانين ليشرب منه ما عساه لم يكن شرب منه. ولعل المراد به ها هنا نفس مداخلة بعضها في بعض، أو المعنى على نغص مثل نغص الدخال. ومررت به وحده ونحوه مثل فعلته جهدك يا جهدك متأول بالنكرة، فلا يرد نقضا على قاعدة اشتراط كونها نكرة أم جاوت تأويلها على وجهين إلى آخره. أو شرح متنك يا ما دببتي نودوا متن كافية، وشرطها أن تكون نكرة وصاحبها معرفة غالبا باشا. وأم جا وأرسلها العراك ومررت به وحده ونحوه متأول بالنكرة. خلاصة كي أوي الشرط حال أوي كواتب النكرة بيت ذو الحال أوي معرفة به بغالبي جاء أمزا ديقت كان بحاشان أقل لحندي شوين دا إيما حال من دي نكرة نبو بلكو معرفة بو باشا. وكو أمتشان بابتك لدى جنابيان بحثيان دكاو ليوي دالي أوا أفرمي أوانا متأول بالنكرة، يعني إيما أبي سرنجي ظاهري أو شوينانا ندين كلا ظاهر دا لروالتا حال بصورة معرفة دردت باشا. بلكو أو متأول بنكرة أو بلان أمنا چارم بيمو دواو چونك چوار خد بو دواو جا أمزا بتمس درسي تازا. ايش اول درسي بيشولا وازانم اولا كبر وجوبم او كاتي كيسي رمضان تاغوا هيزم تيدان ابو وازانم نزق اوار ابو واحساس دكم ان جنبولين جيراوتو البتا چوار خط لدرسي بيشو فقوله غالبا اعوى تا على قوله وشرطها ان تكون نكرة باشا. تا اوه پیدا دیم اوه یک لحظه چون که ضرورت ایجاب دکه بحثی لیب کمو باشه. بکررات و بمررات ایم این نکته که من گوتوه لسر ام کتیبه اوش اوه او نکته که ام کتیبه و امثال ام کتیبه گرینگی کن لودایا که بگمان امانا وکو ای بینی واقعا زینی انسان شکوفاده ببن کتیبانه باشه. لبرا وكو مالا بابتي تيدا ام بابتانا جيجي سرنجن جابو يلي ركان دا پيويز دكا كوا ايما لو شوينانا دا كوا شويني جدين ايما حلو استيكمان بلو شوينانا دا باشا جا ام تيكا دخوين موانا. فقوله غالبا قيد لاشتراط كون صاحبها معرفة لا لكون صاحبها معرفة باشا. حتى يقال إن غالبية كون صاحبها معرفة
بله ان غالبيه كون صاحبها معرفه عرض بلادري خم كم كوا المنبئه عن تخلفه في بعض المواد تنافي الشرطيه ويحتاج الى ان يصرف الكلام على ظاهره ويجعل قوله وصاحبها معرفه مبتدا وخبرا معطوفا على قوله وشرطها ان تكون نكره لسر غالبا لمتن كافية دا أواهاتها وشرطها أن تكون نكرة وصاحبها معرفة غالبا أم غالبا تشيا أم غالبا ليرا كان دا شن قصي لسر الواقع دا باشا بلان تيروانيني الشارح جورج كيبو غالبا غالبا قيد قيد أم جا أم قيد رؤكاتي شوي اما لكلامك ده اگر قيدك يا دبي بزانين ام قيد رؤكاتك اما بحثك باشا قيدك يا بزانين ام قيد متوجه شو دبت نفيك يا دبي بزانين ام نفي بو شو اتشت نهيك يا دبي بزانين ام نهي بو شو اتشت اما ضرورة اي باشا كذا لو صاحبها معرفة غالبا غالبا لقد شويتي غالبا أويك واضحة لما تنكي كافية دا منصوبة أم جاء أم منصوبوني شونا أم منصوبوني دقتك أوقسان لسر كردوا كمنصوبوني غالبا لسر زرفة دكريد يا لسر زرف بي يا بباري غير زرف دا منصوبة شون أقز زرف بي يعني منصوبة بحصف في يعني في غالب الأحوال الأصل آوايا أو إيك يانا منصوبة كدكرت خبري يكون يكبك مقدر به يعني آوابك دلي وشرطها أن تكون نكرة وصاحبها معرفة أمزا كدلي غالبا يعني آواب لتقدير دا يكون هذا الحكم غالبا أم حكمة حكمك غالبية باشا إذا تشاكا وهندشك فرميانا غالبا كمنصوبة بظرف هالمنصوبة أما كمنصوبة تعلق بس بشوه بحثك أويا كتعلق ده بس برق دلن بمفهومي وصاحبها معرفة بو مفهومية نق أو لواقع ده أها كدلي وشرطها أن تكون نكرة باشا تعلق تبستي لمعنى دا بوصاحبها معرفة نقبا أو كحال نكيرا بيت باشا أخلا بيشوا خويندو معنى قد فرمو أراري وشرط أن تكون نكيرة أم جا وصاحبها معرفة تعلق تبستي بصاحبها معرفة يعني أم قيدة بوصاحبها معرفة نقبو أن تكون نكيرة كلا بيشوا وشرطها أن تكون نكرة بويناتيته بويردتيته وانا باشا بو تشونك النكرة بوني حال واجبة غالبينية أو يبالان معرفة بونكي إذ الحال غالبية واجبنية باشا جنابي هندي أويك أم برزا شاريحي إما جامي كزور زور جارو بار لبرابر يادوستي علي ما بستيتي كوا ذي الحال معرفة دبت بمعرفة بونيك غالب يعني بزوري ذي الحال معرفة أميك يا زماني معرفة بوني ذي الحال زمانك غالبا لو زم أو زمانة بغالبي معرفة يا لغالبي استعمال يعني أو عندي كوا إيما سرنج ددين عرب ذي الحال يعني بكاري هناوة لزور بكار يعني لزور بي بكار قرت نكاني عرب دابوز الحال لواقدة بمعرفة بكارين هنا واتا للاي هندي غالبا ظرفة جادك لي لواقدة ظرفي زمان بي يادك لي منصوبة بتقديري بتقديري في باشا ايه شارح بزانين دولة يمدى شارح يما او غالبا ابمشيوا قصيلة سرى ألا فقوله غالبا أم غالبا كليردهاتوا لمتنك دا وصاحبها معرفة غالبا أو متنك كافية
إما متن شرح ما بس ماني متن كافيك عليه قيد لاشتراط كون صاحبها معرفة قيد بوتي قيد بو بشر داناني خاوني حالك بمعرفة بون قيد بو بشر قرتني خاوني حالك بمعرفة بون يعني أم غالبا قيد بو شرطك أو شرطك ذي الحال معرفة به لا لكون صاحبها معرفة عليه قيد بو شرطك كدل الشرط آخر أما دقتك وشرطها أن تكون نكرة أو وصاحبها معرفة باشا شرطك أو حالك نكرة بيت وشرطي ذي الحالج أو معرفة بيت جادل أم قيد قيد شرطك يعني أو شرطا بغالبها كام شرطا شرطي معرفة بوني ذي الحال دقتك سبحان الله كابريا تندورد بوا باشا على أن قيدا قيد أغلبيات قيد غالبيات كبدوا صاحبها معرفة داهاتوا على قيد بو شرطك يعني أم شرطا كلا نظر دجيري كأولا حال أو دبين كيلا بيوم جا قيد زي الحال أم جا شرط زي الحال أو يكا معرفة بيت أو شرطا كدبي زي الحال معرفة بيت أو شرط قرتنا أو غالبا متوجي أو دبي يعني بزوري زي الحال أو شرطي تدايا باشا أم قيدر ودكاتا أو اشتراتيا لا لكون صاحبها معرفة أم قيدي غالبا بو ناتيتا وكزي الحال معرفة بيت بو تشونك أقر بلين قيدي غالبا روناكاتا أو شرط قرتنا بشرط دانانا وبلكو ريك راسا وخورو دكاتا وكزي الحال معرفة بيت بغالبي إتر إيراد دروز دابد باشا وقت لواقع نفس الأمر دا إتر أوكات لهند شوين دا إيما دبينين تخلف قرود دا مثلا يا باسمان كر يا باسي دا كين استجوان لها دمنيا كذي الحال لقلو دا كذي بان فهند زهرنا كيلا دا ملاقع دا إتر وقت يك روبكات أوي أمزا تناقض دروز دا ملاقع دا يعني أم اشتراتا أم شرطا شرطي ذي الحال بمعرفة بون غالبا قيد بو أوا يعني أم شرطا كذي الحال معرفة به خد شرطك غالبية شرطك بزوري هي لا لكون صاحبها معرفة نق قيد ببوي ذي الحال معرفة بيت بلين بزوري ذي الحال معرفة حتى يقال تاوكو بقوت لبيت راس كإن غالبية كون صاحبها معرفة المنبئة عن تخلفه في بعض المواد تنافي شرطيته تاوكو بقوت لبيت راس زوري أو غالبوني ذي الحال بمعرفة باشا يعني أقبلين قيدك بو أويك ذي الحال بغالبي معرفة أو غالبونا أو زوربوني ذي الحال بمعرفة كخبر دادا لتخلفي ذي الحال هي هاي التخلف ستو بصاحبها تاوكو بقوت لبيرا شونك أقبلين غالبا قيد بو أوا كذي الحال معرفة بغالبي بزوري ذي الحال معرفة إتر لواقع دا أويك دبيني أم غالبوني أو كذي الحال معرفة بيت كالهندي شوين دا هوالو دنقويا لتخلف دواكوتني ذي الحالك إتر أوكاتا دجاتي دا بلقل أو شرطي دا أو شرطي دا باشا جابويا إتر أمجا أوكاتا دالا بيويز بودكا ككلامك لزاهيري خويك هيا صرف بكر لا بدري جابوي أمشتانك لي ألين قيدكا قيد بو اشتراتك بو بشر دانانك يعني أم شرطك يما دايدا ننزل حال معرفة به أم قيدك أغلبية باشا
بأغلبية واحد أو شتى ده عندري بوزي الحركة معرفة به حد رجل كبير أو شتىش ده عندري أعوى نك أو قيد به لكوني صاحب صاحب معرفة قيد به بويك زي الحالك معرفة به تاوكو بقتله زوري زي الحال بمعرفة بون كهوال وباس ودنقول وددا لدوا كوتني زي الحال لهندي مواد دجاتي لقل شرط كلام بيت لقل غالبية كلام بيت ونيازي بيك كلامك لظاهري خويتيا صرف بكري ولا بدري باشا وامزا ويج على قوله وصاحبها معرفة متلا وخبر معطف على قول شرط وان تكون اكرة وايلي بي وكو هندق لشارحين وتويانا الله كاك صاحبها معرفة صاحبها معرفتنا عوايا مبتدا وخبر عطف بوصل وشرط وان تكون اكرة باشا يعني برق هاتون بووي شتك آوا خراب درني ومنافد روندا آوا اللي كردوه يعني كتير أنا ما مطلع خبرة جملة اسمية أسوأ بس جملة اسمية ماشاء بلان دلها بيز ناك أبوه دلنا كاك غالبا ديكين قيد بو أو شرتي ذي الحالة كمعرفة بيت قيد بو شرقتناك يعني شرقتناك غالبية باشا بزوري لا زوربي كاتكان دا ام شرطه دا دندري بوز الحال نك او حتما زي الحال معرفه بيت بوچون كما صورتها هيك من هي لو صورتها دا تخلف هي لا زي الحال لا كمعرفه بيت دبيني زي الحال معرفه ني لهند شوندا بلان اگر غالبا روي كردا او ك شرط ذي الحال معرفة بروي كده أو قيدك روي كده شرطك يعني أم شرطة غالبية كده عندري نج أو ذي الحال معرفة به شرطك كده يدنين أما غالبية أقلي ركانة ده يتر أم شرط دروز لنا بالواقع ده أما خلاصيك لوك شارح بعصيك ويتر شتي كده سر بلا أو ندفي ما بكافي الواقع إيه أنت أمد الدواء أو بحثا بينه وسر بابتك يا خوان أجر إما دلين حال أو إيدا بينا كيرا زي الحال جيو كاتبية معرفة بيضا تشاك أقر ديت من حال نكيرا بو باشا أو هيتش قماني قنية لو دا كا متأولة يعني تي متأولة يعني تو تماشا الظاهرة كي مكا بظاهرة كي مروانا او التأويل هي تأويل كي تشونا اسي عبد الدكم وارسلها العراق لمتن كافيدا فقد او اندهاتوا امزا ومردت به وحده ونحوه متأول بالنكرة وارسلها العراق ها العراق ليدا كدبينين حالة بمعرفة شاتوا مرد به وحده كحالة لها أكا ولعين حالج دا معرفية كونك إذا فكرة وبرو الضمير وبيني أوش أما متأول من نكرتي بلا بباري زاهرية معرفا أما تأول من نكرتي ذكرنا العقيدة باشا إي أويان دبيتا معتركة إي أميان دبيتا شي مثلا منفردا مثلا يا متفردا مثلا شتيش الى وجهريه باشا اي بيش اوكا بحثي شرح كبكين ام شعرا لهر كتابك كهاتو بو هاتوك العراق مسترا معرف بلاما اما دكري الشاهد ببو او بابتيك كمستر بمعرفيش ديوكو لبابي مسترا ديخوينين وأمشي لدش بيت الشاهد بوك العراق حال بمعرفة بيت باشا عراق لأصل ده عارك يعارك معركة عراكا باشا إيه عرب دلن اعترك القوم يعني لا معركة كده ازدحام يا بو يعني لو شويني شر وشورك بو يعني تيكالتشون يعني تيك ترجان يعني تيكالبون باشا ازو تشاكا جاء أمجا أرسلها كالباب إفعالة يعني بري بر الله كرت أعوى باشا أمجا ولم يزدها ذود بمعنى طردة باشا تردان لم يشفق فعلك بحمادة توانية عرب دلن أشفق عليه يعني
إذا رحمه يعني بزي پیدا هاته لم يشفق يعني بزي پیدا نهاته امجا نغص عرب دلن نغص الرجل ينغص نغصا وقت با مرادي دلي نغات با مبست نغا بوشتك ده چه مبستيتي بلان پی نغا دلن نغص الرجل يعني بمراد ومقصود آواتكي نغيشت باشا زور چاكا هر بو جورش ام كلمة بو بوشتريش بكار ده جيري اگر بي بيتا سر او بلان تر او نخواتوا چونك تر او خوارنوا مبست ومقصود وقتك تر او نخواتوانه لآوكي على نغص البعيرو يعني اوشترا تري نخواتو يعني بمبست ومقصودك ومقصود دلي نغيش كتر خوارنوا اما مفردات شدك ام ذا دخال عرض إبراهي خوما كم أويكا بلين بجورك وشتريك بيه كوا عرض إبراهي خوما كم وشتريك كوا آوي خواد وتواني باشا بيت عرض إبراهي خوما كم بلا وشتريك بيه باشا که بلین آی خواهد دو توانه نخواه توانه تا دانیش که لگلی دخواه توانه باشه او او عرضی برای خوام کم جا اوکی که ده زوری تونی به کمی تونی به فرق ناکه لواقع ده و لشرحکش اشاره هر بو بابتا کردوه باشه او وقتا مثلا عرب دلن او ردل مثلا بله او دلن يعني بلا باسي دي خالك ان زوتا كام شاعر بكردي بكردي ما بسيتي او بلا باسي عرض ابراهيم خوما كام كرتشيويكا كريكي تشيوي نيرينا باشا نيرا كريكي وحشي باشا على ام نيرا كريا ما كركاني يكرد بدنا سرعو باشا كوا سريان تيكتر جابو بو سر اوكا سريان تيكتر جابو باشا ودالي ام نيرا كريا معذرة وكو رئيسي قبيلك واي اجلوه دا شفقات ورحمي نبو بو بنسبة او جودري جانوا چونك اوى سريان ليقنابو همو اوكاان برندك ودويخون هنده کیان شتی کیان برده کوین جان او اندش یان بنه یعنی هیچ چن تیری نه خو دل اخیدا باشه ای زو چاک جابویا خلاصه کلام نه دهشتن خلاصه کلام ابو جورا بلین او خونو تیر خونانه لبر اول لسیاده کده ترسا اویکا قرار راوی بکاله وک مثلا بو نمونه لا مستند كان ده بيني او كيك ام ولاغي دس نسر اتهال بوشي و سريان لسر يقناوا دس نسر ابي همو بترسول لرزا ولا عقلات چونك احتمالي هي لنا او كده تمساحك لفربا لا ماريان ده بينا دلواني اما شاعر باسي او دكا اذو تشاك ده ام ده با بحسي شاركة بكين شاركة وارسلها العراك ولم يزدها ولم يشفق على نغس الدخالي باشا ايه عرض إبراهي خوما كم البيت للابيدين شارك إلابيد شاعرة يصف حمار الوحشي والأتونة باشا توصيفي نيركاريكي وحشية كالقل ما كاركان يقول دلي أرسل حمار الوحشي الأتونة حمار وحشك أتونكي إرسال كير يعني تي يعني خلاصي كلام تي بدلن ريبو تشول كدنو برون باشا اتر خلاصي كلام عزادي كنو روشتن وكان المراد بالإرسال ما بس بأرسلها كإرسال دقري تواني باشا البعث أو التخليط بعث يعني بالبيونان أو يا يعني بالبيونان بوي كبرون بوصل أوكا يا أو التخليط بين المرسل وما يريدو يا مثلا تشول كردن لبيني مرسلك دا نراوك دا كأتونك وما يريد أوي كأتونك دي يعني أو خلاصي كلام ما كركان دان هبه معذرة تشيا أوكيك ويخونون إتر دكلي أرسل معنا تخليه بدي يعني
بری با چال کردن بوی بچ نسر آوکا و آوی که مبستیان لعو خوارنوا ببیتا مقصودی اوانو به هر حال باشا اي ارسلها ارسل فاعل كي هو بو حمار وحجته وحاك بو اوتند چتواني يعني حمار وحشك بري بو چول كردن بو اوتنا كان معتركه اوتن يعني ماكر معذره هي ماكر كان باشا معتركه كحال ينوابو لا احتراق دابن اي متزاحمه يعني لا 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 ازدحام ازدحام يعني كوب كوب بونواني هر همو سريان لسري يقداب وأعبو جولي باشا ولم يزودها أي لم يمنها عن العراق وأم حمار وحشيا مانع ينبو العراق يعني تردي ندكردن ليكي بلاو ندكردن بلكو بري ببرالا كدن كأو هر همو سر لسري يقنين خلاصي كلام هيتشي بهيتشي نزاني هيتشي نزاني خري هيتشي هيتشي كأو أمزا ولم يشفق أي لم يخف على نغص الدخالي اي يعني بزينب لا قيد اي على انه نغزي دخال وكو عرض اي على انه لم يتم شرب بعض هذه الماء بالدخال شفقتي نبو بزينها توا لسر او خلاصي كلام لسر نغزي دخال يعني لسر او توا نبو كهندي شان او كوخون بتي بهوي دخال او توا يعني جور نبو كهندي شان او كوخون دخال شيا وان يشرب البعير ثم يرد من العطن الى الحوض باشا اويك بعيرك مثلا اريق اخوا باشا بجر توانه باشا لعطن وبلو شو بلو حوزك عطن دوروبري حوزك اجا حوزك اللي بدوروبري حوزك وشويني او خارنك او بيدلا عطن حوزج او شونيك او كيتدا دخالتيا أن يشرب البعير بعيرك أو أخوة ثم يرد من العطن إلى الحوض أم جاء لأو بكريت باشا لعطنك وبجرته وبحوزك أم جاء ويدخل بين أو باشا بعيرين أتشانين بكريت بين دوش تلوك خلاصي كلام سيبه دلن كتينوب ليشرب منه ما عساه لم يكن شربا منه بوي وخوة لأوك أو شتيك أميد هي بوي كوالو بير مثلا نيخوار بواني باشا جاء ولعل المراد به هي به لركان دابو عرزي بريخو مكم هيكا بو حماري وحشكا أتيتاني وشايد مبست لردا با تي بردلن أرتل عند النسخي كدا به تدانيا بلا لواني كتياتي تتو بو حماري وحشكا مبست أوب به با حماري وحشكا ها هنا نفس متداخلة بعضها في بعض ما بس هر كرنبه معذرة هي يعني ما بس أو حالة لنا جدري جاندا هي لواقع دا باشا أو حالة باستعارة والبجيرة وكو تشبه أو بابتانا نفسك كوا مداخلة بعضها في بعض التداخل يعني هي هندي كان لنا وهندي كان دا هندك نفس كوا برجري لهندك نفس ذكن رجري لهندك نفس ذكن لواقدة أبو جوريا أو المعنى على نغص مثل نغص الدخال يا أرزي بريخونكم يا معنى كوبي ولم يشفق باشا على نغص أها مثل نغص الدخال يعني لذا حسف لأرادة بما بس فيها ولواقدة إذا تشاكب الحالة ما توصيفي شعرك وبحث الشعرك ومحل شعرك شمان العراق أما بظاهر كواهات وليركان دا العراق أما متأول باشا متأول بالنكرة يعني معتركة وهل بتا لا تشكي قضيك شيك جنابيا إشارة نداوتي أيش أويا بيقمان أمشوين غير أو كتأول بناكي لدكري يك توجيهي كشان هيا بوي علماء كأم ديرا دا باسينا كردوا نازم بو باسينا كردوا توجيهي قوية أجوية أوشوينانا كآوا بمعرفة ديار المعرفة نين سأل العراق معرفة يعني بو، شونك أو الألي زائدة، ألي زائدة أليك كهيج الرولي كنيا لا معرفة كديني كلمة دا، وبم اعتباره هيج إشكالي تلانية ألي زائدة لسر حالبي حتى لسر تميز بيت هيج شيء تلاني بو، شونك بوني أو ألو نبوني أو ألو خو يجواي، ألك ببي هرنابة معرفة نبي هرنابة معرفة، جابنا على هذا أليردا بم نتيجة لجينكا. أو دكتي على كزايدة، وأبلن أجا على كج معرفة به،
أو العراق العراق هات يقولك لبسي مؤثركة أو بوبنا كده يا ومرت به وحده نحو ونحوه يا نحوي أو وكم ما فعلته جهدك عفو فعلته جهدك باشا بفتحي جيم جهد جهد وخبيني عنا مشقته جهد بضمه بمعنى هيزو توانايا باشا ايزو تشاكا اما جهد جهد ليردا كهاتوا يا جهدا اما حالة وكو وحده بلان لقلوشا اذا فكره بلو معرفه اما امانه متاول بالنكره تعيد لك انه بنكره فلا يرد نقضا على قاعده اشتراط كونها نكره لواقع دا نابن نقض حلوشا النوا لسر قاعدي بشر قرتني حال بنكرة إما قلت ما حال ده بنكرة به شرطة لسر أو قاعدي بشر قرتني حال كنكرة به أمانا نابنا نقض بقاعدك باشا زرتك وتأويله على وتشيني تأويلي أما يأمشوينانا كأو بحسب ظاهر معرفا بدوشي ودد يك أحدهما أنها مصادر لأفعال أنها مصادر لأفعال محذوفة أي تعترك العراق وينفرد وحده أي انفراده باشا وتجتهد جهدك فهذه الجمل الفعلية وقعت حالا وهذه المصادر منصوبة على المصدرية أما توجيهك إذن أمانا مصدر بو أو فعلان كمحذوفا مثلا العراق يعني أصلك تعترك العراق ينفرد يعني ينفرد وحده أي انفراده باشا إن تفسيري وحدتك هاته بإنفراد تجتهد مثلا جهدك باشا أو ليدا فعلك محذوفة كينفردوا يا تجتهدوا يا تعتركوا جادلا أمانا جملة فعليا دبن بحال باشا وأما مصدرانا منصوب دبن كمنصوب دبن بم اعتبار منصوب دبن باشا كاكا أرزي بلاي خومك زور تشاكا وأما مسترانش أرزي بلاي خومك كمنصوب دبن لستي لسد مستربون إيه زور تشاكا إيه زور بتشي يتر أوكاتا تأويل كان أواما مسترن بوفيلك محزوم وعطا بنا بم قولا أما مسترانا منصوبا لسر مستربون خدي حالك أمانين حالك أمانين أي كام يا حالك جملة فعلية كي أما تأويلية كي لسر دخال جيك نكتي كم لبيرتو با بيرم كتو بيلم دخال لباري لغوية معناه شي هي معناه جوان ترى والله الله أعلم لوي كليرة دا هنا ويتي أرزي بلاي خوما كم أيوش أويا ليلبوني آوة بوك أول عغانة لسلناوية و كأمزلناو آوة كده ازدحام ده كانو كودة بنواني أو براسي هر عادة ينوايا أول عغانة هم عادة ينوايا لسلنا آوة كهو باشا جا أمزال لبر أوا بريكيان مداخلة ده كان لويدا بالنسبة بعضي كانوا باشا أو وأمزا أو كارتشيويكا نيركان لشويني كي برزة ودرواني بو اوي مثلا بلينجيكا شيريكا لشويني كي وخوي ماد نكر ببلاماريان دا اقاداريان دا كاتواني وخلاصي كلام امام جوريا اما توصيفي او حماري وحشة لكا كو حماري وحشة شون عن الرولي الرابراتي ده بيهنه بنسبتي او تاقمي كالجرسيا دي چونك حي او حيواناتا و اجالانا هر هميان يكي كان وكو رئيسي أو مجموعة وياك تيدان زوجته هي سير عجيب غريب يعني بو كوتشكا بو هربابتكا نوعك سرپرستي وريبرياتكا أو ديكا لواقع لجا أميان أتيت شوينكي آوا ولويوا تشاوروانك لحالك أماني أبا مشيوا ملبيا ودنين دسنا نو آوكا وليلو بيلي داكن وخلاصي كلام وليك هنخدتو أنا كما عادتي أنا زوجتك هو زابير مكوتو أما أو جا تأويلة كان أما كاكا أما السرانا مصدر بفعل محذوف واتا جمله فعليه كان حال نج مصدر كان جاء اگر اوابت او العراق حاليه وارسلها تعترك جمله حاليه باشا مررت به تاولي ينفرد وحده باشا ينفرد حاله
أفعلته تجتهد مثلا أبو جوريا حالا إن جهدك مثلا حالنية وحده حالني أما أنا مصدرنو منصوبا هيك شيء كده أما تقولي كي زوج جوانا أول أما يك دو وثانيهما أنها معارف موضوعة موضع النكرات أما أنا معرفنو حاتن لجينا كلا دانشتو باشا يعني أمانا لجيجاي بلا معرفهن بلا لجينا كلا دانشتو باشا أي معتركة ومنفردا ومجتهدا جاء أنجا فالصورة وإن كانت معرفة بلا في التقدير نكرة صورة الشكلك بلا حتى عندك آوى ديبيني كمعرفة للنفسة بلا لواقع دال لتقدير نكرة باشا أو خو مثلا تميزة دتيتا يعني دلين أجر معرفة أما قاعدك قاعدك آوايا ألين أجر معرفة شو جاي كجاي أبينيا بمعرفة دان أندريا مثلا شو جاي اسم لا بمعرفة جبه نكيرية مثلا شو جاي تميز بمعرفة جبه النكيرية شو جاي حال حر نكيرية بمعرفة جبه للفظة أما قاعديك قاعديك مسلمة لعلم عربي ده أم تأويلش تأويلك زوزو جوانا أما أنا معرفا ودان دراون تشون جيغينا كيلا يعني لأصل آواء عراق معتركتنا وحدة منفردنا أو كيك مجتهدنا جاء فالصورة صورة الشكلك وإن كانت معرفة هرشا أمانا معرفا لشكل صورة بلا فهي في التقدير نكرة لتقدير نكرا كما أن حسن الوجه في الصورة المعرفة بلا وهو في المعنى نكرة إذا حسن الوجه آواء كتما شاركي بشكل معرفة تولي مردت برجل حسن الوجه أو كتماشا دك إلا الشكل دا حسب ظاهر أما تشيا معرفة بوشنك حسن إذا فكرة أو بلو معرف بقل دبي معرفة بيت باشا أما وهي في المعنى نكرة لمعنى دا تشيا نكرة بو نكرة لمعنى شنك إضافة لصفة مشبهة دا إضافة إضافة لفظية لتقدير انفصال دا هلو كل باب إضافة إليخوني إن شاء الله اللي ركنا دا باشا أما لأصل دا آوايا كوتلاب مثلا بفرض مثال حسن وجهه اشتق الو شيء وتلابه باشا ايزوت هكا حسن مثلا يعني وكوا على كيبي وانا ما ببوتشوا حسن وجهين وكوا وتلابه حسن وجهين اوا على كيبي وانا ما به باشا شوكا الى تقدير ذا اوا الى عقد ايزوت هكا فإن كان صاحبها أي صاحب الحال نكرة محضة لم يكن فيها شائبة تخصيص بما سوى التقديم ولم يكن الحال مشتركة بينها وبين المعرفة نحو جاءني رجل وزيد راكبين وجب تقديمها باشا أي تقديم الحال على صاحبها لتخصص النكرة بتقدمها لأنهما في المعنى مبتدأ لأنهما في المعنى مبتدأ وخبر ولأن لا يلتبس بالصفة في النسب في مثل قولنا ضربت رجلا راكبا أبو جوريا ثم قدمت في سائر المواضع وإن لم يلتبس طردا للباب دل أجر ذي الحال أي صاحب أي صاحب الحالي ذي الحال نكربو نكري محزبو يعني مثلا إما وثمان أصل ويك معرفة بعد بلان معرفة نبو بلكو نكري محزبو خالصبو لم يكن فيها شائبة تخصيص ونبو لو نكرادا باشا كذي الحالة كيا شائبة تخصيص تيانب يعني بوني تخصيصي لنا دهار يعني أم نكريا تخصيصي نخواربو بما سوى التقديمي بغير بيشكوتن باشا اها بغير بيشكوتن يعني بيشكوتن حال بس هذه الحاله كده فقد اويت دابو بغير اوا هيك شائبيك تخصيصي تدانبو واقعا لو صوره ثانيك كسبي تخصيصي لدك لدو كل بيشو باس ممكن باشا او ولولا شو لم يكن الحال مشتركه بينها وبين المعرفه
و حالكش شريك و هاوباش نبو لبين بين حادثه بونكل لبيني نكلو لبيني معرفه ده مثلا وكو تشون بونمونه مثلا وكو ذو الحاله كما متعدد به يكان نكلو كي كان معرفه به اما مثلا بونمونه اشتق الم شيوا اجز الحال متعدد به يشان نكلو كان معرفه بو اما هاوباش حالك لبين معرفه لبينك و اوجنبو باشا وكو مثلا حجاني رجل وزيد راكبيني إذا راكباني حالة لزيد ولا رجلي زي الحالة كمان ليرا كانت الرجل زيد باشا أم رجل زيد وكو تودي بيني ليرا كانت كزي الحالة مشتركا لبين معرفة دا چون لبين نكيرج دا چون كزيد كمعرفة رجل كنكير وآواجنه باشا جاء فإن كان صاحبها نكرة أجل زي الحالة نكربو نكير محزبو يعني تخصيص كتدان بو وحالكش حاوبجنه لبين معرفة ونكير دا وكو أم مثاليا وجب تقديمها واجبتي بيشكوتني حال بسرتي دا بسز الحال دا لم صوره دا واجب دبي كوا ارزي بلا يخومكم ك بيغمان اي تقديم الحال الى صاحبها حال بيشك بسرتي بسد زي الحال دا باشا جدقتك اما صورتي غالبك باشا اما لا غير غالبك دا او هاتوا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قائما دقتك برزان إما دلين أجر بحثك وردة أجر إما الوكو بحثك دبي حال نكير بيزي الحال معرفة أجر آوابو أو بيشيشي أو الروالي خويد يعني لسرسكي خويد أروازي الحال معرفة بيو حال نكير بيزي وكو مبتدا كمعرفه دبيو خبرنا كده دبي بو بيو دروا بو 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 اراسته دروا اما بيش شيء باشا اما كحال نكيره يوزل حالش مع حر نكيره بيت وام نكيرهش تخصيصي نخوارد بيت باشا باشا تخصيصي نخوارد بيت باشا وحالكش هاوباش نبل بيني معرفه زل حالكش عفو وحالكش لواقده هاو بجنا بلبيني معرفونا كده باشا يعني اجزو الحالك متعدل بو يتشن كده معرفة بو حالك هاو بجنا بلبيني او دوانا دا باشا او وكو ام مثال جاءني رجل وزيدون راكبين اما ليلة دا هاو بشا اما تواناتواني ليلة دا حالك بيشخي هذا بحالك لدوا به جا دقتك اجزي الحالك بو بنا كده حروك حالكش كان كده بو باشا ايه وامن كلينا كده محزبو يعني تخصيصي تدان بو حالكش هاو بجنبو لبيني معرفون كده دا لم صورة دا واجبة بيشكوتني حال بسر زي الحال دا يعني اصل اوي زي الحال لبيشو بيوكو متدا لبيشو بيو حالج لدوا بيوكو خبر لدوا بيو يعني بيق عراسة دارون بلان اگر بوب اوا كزي الحالك بجي او معرفة ببوب نكرة ونكرة كنكرة يكي محزبو اتر او كاتا واجب دبي حالك بيتا بيشوا زي الحال تدواوا اما حالتي غالبية يعني ما حالتي زورينية للغة العرب دا لصورتك دا كزي الحال نكرة بو حالش كهر نكرة بيشكوتيني حال واجبة اما صورتك غالبية لا غير غالب إشمانه وكو حديثة كهاتوا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا أما البروالي مشهورة رسول الله أوكل يدا فائل الصلاة أما زي الحالة معرفة قاعدا حالك يدوكوتو أما بروالي خويتي بلان وصلى وراءه رجال قائما تبويا أم قائما فيشكوتها بو تشونك رجال نكيري محزة تخصيصك بحاصل نبوة حالكش مشترك نيالا بيني نكيري ولا بيني معرفة دا تاوليتي أما الليلة دا كالرجال لبيش ويوكو زي الحال وقائمكو حال دواوية أما غير غالبة يعني أما هيا أماش جائزة بنكيري بوني زي الحالكش وحال هل دواوية بزي الحال هل لبيش ويوكو بلان أما كما بزوري أجر زي الحال بو بنكيري بزوري حال بيش دكيوت أمي بابتك هرچن أم بحثة زياتر هل دقريه بلا من شبكم زياتر هر أمن دا دتوان بلام كليرة دا بحثي قريقو مناتوان مهمو بابتك لتسهيل وغير تسهيل
شرح كافي رضي أو ندى بهنم على لدى بزينم أما بيتا وندى للواقع دا شو كمتنك شرحك قرانا إيما كبتواني شرحك تاوتيوبكين كاري قولة ما نقوليت لازمناك هنقاو بنين بوشويني چكا باشاكاك وزب تقديمه أما وزب بيشكوتيني حال بساتي بس زي الحال دا زور چاكا أي تقديم الحال على صاحبه بيشكوتيني حال بس زي الحال دا واجبة بول يتخصص النكرة بتقديمها بوي نكرك باشا نكرك كزي الحالك تخصيص بيدابك ببيشكوتيني نكرك هكا تتبو نكرة بوي نكرك كزي الحالك اللي رداك أصل دبويا معرفة ويسي نكرة تخصيص بيدابك بچي ببيشكوتينك باشا زور تشاكا تخصيص پیدا که بچی به پیشکوتی نکته های تقدیمات دسته و بحاله که بای نکیره که وکو زیل حاله که به تخصیص یکی با حاصل ببید به تقدیمی ها به پیشکوتی نیست به پیشکوتی حاله که چون که لأنهما لبر اوی حال و زیل حال فی المعنى مبتدأ و خبر لمعنى دا امدوانا مبتدأ و خبر باشم عادة إما خوين دومانا لمبتدا وخبرتها مبتدا أصل أو معرفة بيت حالش أصل بلام خبرش أصل أو نكير بيت رادك يقول لك الأوداء كمبتدا دبي معرفة بيت نكير دبيت وأمجا ليركان دا كأوابو أي تبكين علماء دلن مصوغي دبي أو كلبابي تشواري مغني دا من كاتي خوي شرحهم كدو استي دم هي شرحي بكمان نزيق بو مولي چونك لبابي دوي مغني دام زور بنما وبيجمه ولي ودا ابن هشام براستي بقولي فارز ظلن سنگ تمام گذشته يعني كاري زور زور گوري كدو ولي ودا او تا هموي هر گوري كاركي باشا جا او كاتا بو اوي مبتداك كنكيره بيت مبتدا نكيره بيت رگه پينه دراوه بلان بو اوي رگي پي بدريت باشا امي بحثه كليدا بو اوي رگي پي بدري نياز بام بمجوزه بجوازه بقولي دوستان لباشو دلان بمصويغه بقولي نحويكي يعني دبي وكله بابي مبتدا خبر داخل من كومل مجوزن كرگه ددن لو كاتدا كخبر بل مبتدا نكيريا بهندق مجوزه وجائزه مثلا چدانا پيشكوتيني خبركه چونكه دلا پيشكوتيني خبركه بسر مبتدا كده نوع تخصيص داتا مبتدا نكيرك رج أمي جوا على ردا ببيش كوتيني حالك بس زي الحالة نكيرك ده تخصيصك بو نكيرك دروس ده كزي الحالك ما أوي بحثك ماشا زرت شاكا لئلا يلتبس بالصفة في النصب أم جا بويش بيش دكبة واجبة حال بيت بيش زي الحالة و لبر أوي التباس بيدانك بصفة في النصب لحالة نصب ده وكو مثلا في مثل قولنا ضربت رجلا راكبا ايسي امال ليرا كان دا دقتك اقر بلين ضربت رجلا راكبا او اخوينين دو احتمال هي احتمالي كان اويا كرجلا موصوف براكبا صفتك ايبت چون كراكب مشتقة دو رجلا دكري زي الحال بي راكب حالك بيت ايما هش تكمال لدستانية بو من جياوكا كراكبا حالا ونخي صفة دنيا چونك هم حال دبي مشتاق بي هم صفة ديش دبي مشتاق بي باشا جا بو اوي ام التباس رونا دا اگر بحالي وخوينين واجب بلين ضربتو راكبا رجلا جا اگر راكبا من بردا پیج رجلا نوا اتر تازه التباسي حال بصفة ونابه بو چونك حال پیش زیل حال دکوی بلان صفت پیش منصوف نکوید نتوانی باشا ایزوت چک تو نتوانی بلای جا الفاظل و زیدون یعنی اعتبار که الفاظل صفت به و زید منصوف به غلطش تیبه بلان لحال ده دکره لواقع ده حال پیش دکوی زیل حال ده دو او چشنیه و ام جا ثم قدم الفی سائل الماضی اما لحالتی نسبه ده بلان لحالتی رفع ده باشا جاء مثلا رجل راكبا اما التباس رونادا
مررت برجل راكبا أما التباس لنا سوك حالك لدى منصوبة بلان دلال لبقيش وينا كان كجاني لرفع أو لجرج ده